عشنا أيام حلوة ومرة سوا، بس بالنهاية فيلمنا وصل لنهايته السعيدة. من خصب الشكر طاقم التصوير وفريق العمل. بلا مسخرة إياد. يعني كيف ما بدي تمسخر وانت عم تحكي مثل المذيعين؟ معناتها تفضل احكي انت. اي بحكي. يا جماعة يلا بسرعة اتفقوا لأنه وجعتني ايدي. خلصونا بقى. ايه. يا جماعة صح ليكم. معناتها بصحة هذا البيت وطبعا بصحة فدون ونجاحة وخالتي مرام وسليم. اسمه لك عم بمزح بعرف انه اسمه تايم لا تعصبوا علي خلص عم تشتغل فيني مثل العادة يلا يلا صحتكم حاجة استنى بقى صحتكم صحتكم عن جد انا بتشكر الجميع على جيدكم لهون اليوم انا كمان بحبكم كلكم عن جد شكرا لكم هلا اذا في مثل هذا الفطور دائما بنجي لعندكم هذا جاي لحتى ياكل وبس على فكرة ما اجينا كرمال الأكل اجينا لحتى نبارك لهم برجعة البيت صحتين وهنا يا عمري لسه في كم شغلة بالمطبخ نسيت جيبون بس شوي أنا بقوم استني يلا أنا أساعدك خالص لا 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 ما بدي حدا يساعدني بنوب انتو ضيوفي وبكفي جيدكم شكرا خلص نحن اثنين من كفي طبعا بتكفي تفضل معي برهان بيت صحي وين ريما ليش ما اجت لهون شبهك سكوت مروان سكوت الأولاد مبسوطين كتير ليش نحن شو بدنا غير إن أولادنا يكونوا مبسوطين ايه طبعا الإنسان ما بيعرف قيمة الشي لحتى يخسره الحق معك بس بيكون تأخر الوقت وراح اللي راح كل شي تمام بقدر ساعدك بشي مرام؟ شكرا برهان بيك عن جد ما بدي عزبك معي بكفيني لهفتك شكرا لك معناتها على القليلة خليني أقطع هدول لحس أني ساعدتك بشي عم عزبك ما حبيت هي ادوق غيرها فتون كأنه نسينا نعزم حد اليوم إياد قول مين نسينا مين ناقص شو كان الاسم واسع مو واسع أصيل إياد أنا ما فهمت شو قصدك لك ما عم بقدر أتذكر الاسم يعني هو صفة يعني فيك تقولي بيعطي كتير لك هذا اللي مصور شبكي كريم بيك أها كريم بيك وأنا كنت عم أقول أصيل واسع يعني ما كنت متذكره كريم الفظيع كريم بيك إياد ما كنت انسى لهالرجال بعدين أنا لسه ما قلت له أنه موافقة أشتغل معه ولسه عم فكر برأيي لا تفكر كتير بالموضوع ولا تعبيلي مخك العسل يا عمري إياد دقيقة عن شو عم تحكوا؟ ما في شي عم يتغالز مثل العادة طلعي مين كريم بالله؟ فتون صار عندها رفيق جديد لا مو هيك القصة أبدا خلص بلغ لاصلك يلا أحكي لك صدقيني أنه ما في شي أحكي كريم بيك هو مصور التقينا بعرض الأزياء وبعدين التقينا بمعرض تصوير بالصدفة من فترة وهذا كل الموضوع ايه بيطلع لها بكل مكان وهي هي ميزته ايه وبعدين كريم عرض علي شغل ايه وشو قلتي قلت له رح فكر وشو طلع معك فتون ولا شي بنوب لك شبكن انت وياه طلعتوا بتحبوا الحكي كتير يعني برأيي سو انت وياه شي برنامج صباحي مو احسن بعد كم سنة من الزواج منصير منحكي كتير شو دخل الزواج بهالموضوع هاد؟ خلاص هلأ شيلونا من سخافتكن وخلونا بقصة فتون وشغلها عفواً بس انت شو يلي دايقك بالقصة؟ انتو فعلاً ناس علاكي مثل ما بدك إياد نحن لحالنا بنعمل قعدة بنات أنا وافقت ايه ونحن كمان شو رأيكن نعملنا قعدة شباب؟ ايه مو مشكلة ليش ساكتين شو ما عجبتكن الفكرة؟ لا ليش ما عم تاكل ما عجبتهم ابدا ما انا حلوه انت لا تدخلي بيكون احسن ايه اعطيني المبلح وهي البرامي شبعت ولا اطلب لك اكله من المطعم بتقول شبكي تركيني اكل براحتي ليك امير اذا بدك لسه خبز بجيب لك من المطبخ الاكل كان طيب انا شبعت يسلموا شكرا كثير خالد انا صح باين انا بدي اتشكركم على جيدكم لعندي وقفتكم معي بهالظرف مستحيل انساها صراحه عم تحكي هذا واجبنا ما هيك احنا ما سوينا شيء واجبنا وانت مجد شكرا لوقفتك معنا
فتحت لنا بيتك وتحملتنا كل هالوقت كمان. شو هالحكي هاد؟ عيب عليكي. بتشكركم من قلبي لأنكم موجودين معي. عن جد شعور حلو أنه عندي رفقات حلوين مثلكم بالحياة. بس في حدا كان هو السبب بأنه ما فقدت الأمل. هو الشوفير والشيف كمان، وما ترك وظيفة إلا واشتغلها كرمالي. فرناندو! إياد، شكراً لوقفتك جنبي. بصراحة أنا عجبتني أكلة الجزمة الزيت وحبيتها كتير. شو الأكلة؟ شو الأكلة؟ الأكلة بيعملها إياد. هي وصفة خاصة كتير، رح ساوي لكم يا هشي مرة. ما كان الله يجعل الله لو ما رجعنا على البيت كانت الأمور رح تتعقد كتير. الحمد لله نحل هالموضوع. كمان صاحبت البيت منيحة وقبلت إنه ترجعنا على بيتنا. بس هي من الأساس ما كان لازم تطالعكم من البيت خالي مرة. معك حق. بس هلأ الحمد لله رجعتوا على بيتكم وهذا هو المهم. ايه الحمد لله. بس أنا ما بوثق كتير فيها. برأيي إنه نعطيها كل مصاريها ونخلص منها ووقتها برتاح. بس هي قالت إنه ما بدها مصاريها فتون. كيف يعني؟ مبارح اتصلت فيني وحكينا واعتذرت مني كتير. قالت لي أنا ماني مرتاحة واسمحي لي إني صلح الغلط اللي غلطته بحقكم. أنا مسامحتكم بباقي المصاري. حتى أنا تفاجأت بلطفة الزايد معي لأنه من قبل هالمخلوقة عاملتني بطريقة كتير كتير بشعة، وأنا تفاجأت لما قالت هيك.